مئات من الكوبيين في صحراء قطر قد يصعب تصديق ذلك، ولكن بإمعان النظر تتكشف لنا حقيقة مثيرة للاهتمام. أطباء وجراحون وفنيون وممرضون يعملون هنا يوما بعد يوم. Y bueno, nosotros sabemos que todos ustedes van a tener la misma conducta aquí y van a hacer un relevo a la altura de los compañeros que se van. Oye, las cosas que pasan. هذا المشروع هو نتيجة النوايا الحسنة المتبادلة بين قطر وكوبا، ولكن لماذا كوبا بالتحديد؟ قد يكون سبب هذا الخيار هو أن الجزيرة الكاريبية قد عملت منذ عدة سنوات على تطوير مركز عالمي للتميز الصحي. كيف تمكنت قطر من استقطاب هذه العقول النيرة؟ وما الفائدة العائدة على كلتا الدولتين؟ دعونا نكتشف معا. على بعد 75 كيلومترا من الدوحة يقف مبنى وحيد في منتصف الصحراء محاطا بالرمال وبعض الأعشاب الصحراوية. هو واحة للصحة، واسمه المستشفى الكوبي، والذي يقتصر طاقم عمله حصريا على الكوبيين. الدكتور لازارو هو واحد منهم. هذا الجراح هو أول من تم تعيينه في هذا المستشفى، وهو المسؤول عن خدمات تقويم العظام على مر الأعوام الثلاثة الماضية. أكبر التحديات التي يواجهها هو التعامل مع الاختلافات الثقافية. كيف حالك؟ ما في مشكلة، كله تمام؟ Sometimes I used to mention some words in Arabic because allowed the patient to be more confident with me and the relationship between patient and doctor really improved. Because really the population appreciate when the doctor used to say hello in Arabic. معي ألم في ظهري، فجيت رحت كذا دكتور بس ما حد عرف يكتشف الحالة اللي فيني، بس جيت للدكتور لازارت فعمل لي MRI فشاف إنه معي الديسك في الفقرات الأخيرة في ظهري، فحولني علاج طبيعي، بعد ذلك بيشوف النتيجة بعد العلاج الطبيعي يحتاج إلى أوبريشن أو لا. على الرغم من بعده عن العاصمة، إلا أن المستشفى الكوبي يضج بالحركة طوال الوقت. 38% of our patients coming from Doha and 35% of the patients now in the clinic are Qatari patients, so it's really very cloudy. يثق المرضى بالمستشفى وبخبرات طاقمه الطبي، كهذا الرجل الذي يعاني بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك، أو هذا العامل الذي أصيب بكسر شديد في عظمة الفخذ أثناء عمله. يضم المستشفى حالياً ما يزيد عن 400 كوبي. محمد المري نائب مدير المستشفى قد أشرف على تعيينهم جميعاً. لا يزال محمد المري مستمراً في البحث عن أفضل المواهب الطبية لدعم أعضاء فريقه ولإدامة المبادرة التي أطلقتها كل من قطر وكوبا منذ عامين. تأسس المستشفى الكوبي عام 2012 تحت رعاية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أثمرت علاقته الخاصة بالرئيس فيديل كاسترو عن مبادرة تعاون طبي قوي ومتبادل. فقطر في حاجة إلى أطباء معتمدين، وكوبا لديها طواقم طبية عالية التدريب، وقطر تود تقديم أفضل الخدمات الطبية لشعبها، وكوبا بحاجة لتصدير قواها العاملة المتميزة إلى الخارج لدوافع اقتصادية. تابعت الدكتورة تانيا هذه المبادرة منذ يومها الأول، واليوم هي المديرة الطبية للمستشفى. وتبعا لروتينها اليومي الصارم تعمل على تفقد جميع الخدمات الطبية. Clinics as always full of patients. Full of patients. Full time. I'm just checking if the clinics are running well. If there are no problems in the clinic, all the patients are comfortable. If the OPD is running well, because it's a very busy department. How is everything?
Good. I work with Siemens, with our system. We update the single system today, the protocols and everything. يقضي دورها الحرص على احترام الاختلافات الثقافية. Our culture is different to the Muslim culture, but we are coping very well. Cuban staff received previous preparation in Cuba before coming here regarding cultural and religious issues. And obviously, with that preparation, plus they used to be involved with Muslim staff, plus Muslim patients, things are improving. And everybody, we are respecting our cultures and our religion between us. يجب على الدكتورة تانيا أيضا أن تعمل على جعل أعضاء فريقها مستعدين لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى من المستشفيات الأخرى. They are in a very big crisis. They have more than 40 patients waiting to be receive medical services, and they are trying to transfer everywhere. So the hospital has to be prepared. We are going to unlock all the beds, 100% of the beds, with an strategy from nurses. And then we have to work harder. Okay. تحرص الدكتورة تانيا على مراقبة جميع الإدارات وإدارتها بطريقة استراتيجية، كما أنها تفخر بالدور الذي تلعبه في تنمية العلاقة المتميزة بين الخبرات الكوبية وقطر. Diabetic protocol is just the same what we are doing here and what we normally do in Cuba because we have a very good relationship with Qatar. And obviously through this kind of help and giving them the medication and just knowing that also patients here have been receiving the benefit of this medication is very important for us. We are very proud of that. الباحثون والأطباء كالدكتورة تانيا يطورون أحدث الأدوية والعلاجات. ذهبنا للقائهم. Recibe asistencia. Buenas noches, Cuba. Llegaron los que venían caminando. Habana, Midi, Los Santos. تنعم كوبا بثاني أعلى نسبة من الأطباء في العالم. المتوسط العمري المتوقع هنا يفوق 78 عاما، وما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة يتم استثماره في القطاع الصحي. هنا لا وجود للعيادات الخاصة، وجميع المستشفيات العامة تقدم خدماتها بالمجان. إذا كانت كوبا قد تمكنت من تحقيق أعلى المعايير الطبية العالمية، فهذا يعود إلى تفوق طلابها وجودة أنظمتها التعليمية. فالجامعات جميعها مجانية. محمد المري وفريقه يسافرون إلى العاصمة الكوبية هافانا مرتين كل عام لاستقطاب عدد من الأطباء من بين 40,000 طبيب الذين تصدرهم كوبا سنويا إلى جميع أرجاء العالم. Can you tell me how many kind of hand washing you know? Social washing, medical. إذا كان طرح الأسئلة التقنية يبدو بديهيا، إلا أنه في بعض الأحيان تطرح خلال المقابلات أسئلة شخصية. We ask personal questions to get a sense of the commitment and the motivation. In her case, she doesn't have family or attachments. Many others will have children, and we need to be confident that they've got satisfactory social arrangements for the care of their family while they're doing an overseas posting. وشوف إن عندها معلومات كافية اللغة الإنجليزية، لغتها الإنجليزية مناسبة، ومهاراتها الطبية تعتبر من ال. المهارات العالية فممكن أنها تكون واحدة من الممرضات اللي ممكن نختارها في نهاية المقابلة المقابلات تمت في خلال 5 أيام قابلنا 217 مرشح تم اختيار منهم 123 وسيتم اختيار مرة أخرى من 123 سيتم فرزهم لاختيار الأجوبة.
الرعاية الطبية في كوبا مستواها أو المنهج الصحي الكوبي هو مقارنة بالمستوى العالمي كالمستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في العظام والعيون، فلديهم خبرة عالمية معروفة. يعود النجاح في استقطاب الكوادر الطبية إلى الأوضاع الاقتصادية القاسية في كوبا ونظام حكمها الشيوعي الصارم، فالأجور في القطاع العام ضئيلة للغاية. بعيدا عن العاصمة هافانا، الدكتورة ماريا ديل لوريتو أخصائية الأمراض النسائية تعيش في هذه المنطقة الشعبية. على الرغم من سنوات خبرتها التي تتجاوز 15 عاما، فهي تضطر إلى العمل يوميا نحو 20 ساعة متواصلة مقابل راتب شهري لا يتجاوز 50 دولارا أمريكيا. تمت مقابلتها منذ بضعة أيام من قبل الفريق القطري والسلطات الصحية الكوبية. With the patient, and it's necessary to talk with the patient to explain she has a baby. It's not possible to fast. If the patient say don't want to eat, well, I take the IV line, I put the glucose fluid, you know, and I check the glucose. ماريا تلقت خبر الموافقة على تعيينها في قطر للأعوام الثلاثة القادمة، وستستعد للرحيل قريبا. تضحية أسرية كبيرة وقرار طال الجدال حوله في الآونة الأخيرة. I have to leave him. Yes. For I don't know how many times. I don't know. Maybe broken. Maybe continuous late. He's no agree. No. But it's necessary. Espero que venga. Y... ¿A ti te gustaría que viniera? Me gustaría que ella estuviera aquí, pero si tiene que salir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Y te gustaría irme con ella. والدة ماريا فخورة بمهارات ابنتها وسيرتها المهنية، ولكنها تقول إنها ستفتقدها كثيراً. تمكنت كوبا من ترسيخ سمعتها القوية في المجال الطبي بفضل أطبائها وبفضل خبراتها المعترف بها عالميا في مجال الأبحاث والتطوير. تأسس مركز علوم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية منذ نحو 25 عاما. الدكتور ريكاردو رودريجز كان العقل المدبر وراء ما يمكن عده مركزا للبحوث الأكثر تقدما على هذه الجزيرة. The idea came from the political will that was at the beginning of the 80s to develop biotechs to solve health problems for the population, also to help other countries as well with our products and technologies. أحد أكبر النجاحات التي حققها هذا المركز كان هيبر برود، وقد أسهم مساهمة فعالة في إنقاذ حياة كثير من المرضى. This machine is complete unit. It can be used in the most severe and recalcitrant to heal steps of stages of the diabetic foot ulcer patient, those patients which have no other therapeutic alternative today but amputation. وعلى الرغم من نجاح تلك العلاجات إكلينيكيا، فلن يكون هناك إمكانية لاستخدامها في جميع أرجاء العالم. Taxi driver that is diabetic can use free of charge this product in Cuba and can save his leg, but American millionaire cannot because due to the blockage. You may have some American millionaires that are diabetes and they need this product to save their limbs, but they cannot because of the blockage. هناك عدد من مراكز الأبحاث المرموقة في البلاد، ومنذ عام 1962 توجهت سياسات الحكومة الكوبية نحو الاستثمار في القطاع الطبي والاعتماد على أصحاب العقول النيرة لتطوير اقتصاد الدولة،
انطلاقا من مفهوم ألا شيء أثمن وأهم من صحة الإنسان. ولهذا السبب تسعى كوبا لاكتشاف الأدوية والعلاجات للأمراض الخطيرة والقاتلة كمرض السرطان على سبيل المثال. الساعات الأخيرة التي نقضيها في كوبا أثبتت لنا أنه وحتى بعد مرور نصف قرن على الثورة فالقيم الشيوعية لا تزال حية. ففي كل عام يحتفل آلاف من الشباب والطلاب بالبطل الوطني ومؤسس الحزب الثوري في كوبا. وهي طريقة أخرى للتذكير بالإيديولوجية الشيوعية ونشرها والاحتفاء بمجانية التعليم. مع حلول عصر اليوم وعقب إجراء بضع عمليات جراحية واللقاء بعدد من المرضى يستعد الدكتور لازارو للاسترخاء قليلا. So the first impression of Wuhan really was so quiet. So we're looking for the options, for the choice, really to enjoy. But we have amazing facility here that allow us to be doing sports and to go to the beach. We have a normal life like in Doha, but for sure we used to enjoy a lot to be in touch together. We have the social life even after work in our accommodation. انتهى اليوم والدكتور لازارو يتأهب لاستقبال زملائه الجدد القادمين من هافانا هذه الليلة والترحيب بهم في مطار الدوحة. يشهد اليوم أحداثا مهمة ليس فقط بالنسبة لهذين العريسين المصريين الشابين ولكن لهذه الدفعة الجديدة من الموظفين الجدد في المستشفى الكوبي. بعد رحلة استمرت 16 ساعة وصل الموظفون 12 على أرض قطر للمرة الأولى في استقبالهم السيد إرنستو إسكالانتي السفير الكوبي في قطر. This is the arrival of one group to enhance the team we have there in the Cuban hospital. This is the last step of the process that you saw there in Havana. Well, they finally arrived to Doha, and now they are preparing to go to the accommodation, and there they will be welcome for the rest of people, for the rest of the comrades there in the hospital. تنتهي رحلتهم بعد مدة قصيرة بالباص مدتها 55 دقيقة عقب وصول الموظفين الجدد إلى المكان الذي سيكون مقراً لعملهم للأعوام الثلاثة القادمة. ولكن بالنسبة لديانا فهي لا تزال تفكر في أهلها وأحبائها الذين خلفتهم في كوبا. I left behind a child. I have a boy, 4 years old. And he called Manuel. And he's with my mom. He is a great boy. He's cute and intelligent. And he's well. He's wearing a take care with my family and my mom. وهي ليست الوحيدة التي تشعر بالحنين فالجميع هنا تبدو عليهم علامات الاشتياق لأسرهم ووطنهم. I only few minutes here but I think it's an open country. A country that is going to the future with open mind. With help and give opportunity for everyone. I believe that. محمد المري يستقبل أعضاء الفريق الجدد ويفاجأ دائما بالأجواء الأسرية التي تسود المستشفى الكوبي. من الطابع الكوبي يستقبلون جميع الطاقم الطبي وترحيبهم وهم عايشين في المجمع السكني كعائلة واحدة بينهم ترابط قوي. بعد استقبال حار حان الوقت للموظفين الجدد لمباشرة أعمالهم. يستمع الأعضاء الجدد إلى خطاب تعريفي حول سمعة المستشفى المتميزة وضرورة المحافظة عليها. Que han tenido una labor excelente en este país por 3 años y bueno nosotros sabemos que todos ustedes van a tener la misma conducta aquí y van a ser un relevo a la altura de los compañeros que se van.
من العادات نستقبلهم ونرحبهم ويتعرفون على الأقسام وعلى مدراء الإدارات. على الرغم من شعورها بالإرهاق، إلا أن ديانا تحاول الاتصال بأسرتها في هافانا. ولكن ما من مجيب. مامي، ¿por qué no cogiste el teléfono enseguida? Ya llegué. Ya llegué, ya estoy en el apartamento. Oh, hace una hora más o menos. Una hora y media más o menos llegamos. Las 10 menos 20. Pero mañana sí llamo para ver si en algún momento hablo con el niño. 8 horas. Pregunta a qué hora puede. De allá el niño puede. يحل الموظفون الجدد محل زملائهم الذين سيغادرون البلاد. بعد عامين من إنشاء المستشفى يجري العمل فيه على أحسن وجه، وقد آن الأوان للتفكير بمشاريع أكبر، وهذا هو سبب وجود السفير الكوبي هنا مع فريق الإدارة العليا للمستشفى، فقد جاء للاتفاق بشكل رسمي على زيادة أعداد موظفي الكادر الطبي للمستشفى لمواكبة الزيادة المتنامية في طلب خدماته. هذه إضافة على الاتفاقية الرئيسية مع الحكومة الكوبية لإضافة حوالي 60 طبيب ونيرس جدد على 400 الموجودين حاليا، فبيكون المجموع تقريبا 460 طاقم طبي كوبي. Part of this agreement is about relationships with some of the leading institutions in Cuba and the provision of the staff for our laser eye surgery service that will open later this year and for orthopedic lower back pain service. So which is So this is bringing much needed staff to open new services as well as meet the expanding demand of the population. For us, it's one opportunity, one extra opportunity to cooperate with other countries, to send to other countries the expertise. تأقلم الدكتور لازارو مع البيئة القطرية. الدكتورة تانيا تركز على متابعة المرضى وسمعة المستشفى، وديانا تبدأ في مزاولة عملها الجديد بعد وصولها إلى قطر. وكالكثيرين ممن جاءوا قبلها، فإن حياتها الجديدة تختلف كثيرا عما اعتادته في موطنها. منذ افتتاحه عمل المئات من الكوبيين في المستشفى، وهذه ليست سوى البداية، فالأحوال على أرض الواقع أثبتت أن الرؤية صحيحة، وأن إطلاق هذا المشروع الطموح كان خياراً موفقاً. كلتا الدولتين ستحققان كثيراً من المكاسب ثقافياً ومهنياً، ونتيجة لهذا المشروع أصبحت قطر وكوبا اليوم أكثر قرباً عما كانتا عليه من قبل. حصرياً على الكوبيين. الدكتور لازارو هو واحد منهم. هذا الجراح هو أول من تم تعيينه في هذا المستشفى، وهو المسؤول عن خدمات تقويم العظام على مر الأعوام الثلاثة الماضية. أكبر التحديات التي يواجهها هو التعامل مع الاختلافات الثقافية. كيف حالك؟ ما في مشكلة، كله تمام؟ Sometimes I used to mention some words in Arabic. Because allowed the patient to be more confident with me and the relationship between patient and doctor really improve. Because really the population appreciate when the doctor used to say hello in Arabic. معي ألم في ظهري فجيت رحت كذا الدكتور بس ما حد عرف يكتشف الحالة اللي فيني بس جيت للدكتور لزارته فعمل لي MRI فشاف إنه معي الديسك في الفقرات الأخيرة في ظهري فحاولني علاج طبيعي وبعد ذلك بيشوف النتيجة بعد العلاج الطبيعي يحتاج إلى أوبريشن أو لا.
على الرغم من بعده عن العاصمة، إلا أن المستشفى الكوبي يضج بالحركة طوال الوقت. 38% of our patients coming. مئات من الكوبيين في صحراء قطر، قد يصعب تصديق ذلك، ولكن بإمعان النظر تتكشف لنا حقيقة مثيرة للاهتمام. أطباء وجراحون وفنيون وممرضون يعملون هنا يوما بعد يوم. هذا المشروع هو نتيجة النوايا الحسنة المتبادلة بين قطر وكوبا، ولكن لماذا كوبا بالتحديد؟ قد يكون سبب هذا الخيار هو أن الجزيرة الكاريبية قد عملت منذ عدة سنوات على تطوير مركز عالمي للتميز الصحي. كيف تمكنت قطر من استقطاب هذه العقول النيرة؟ وما الفائدة العائدة على كلتا الدولتين؟ دعونا نكتشف معا. على بعد 75 كيلومترا من الدوحة يقف مبنى وحيد في منتصف الصحراء، محاطا بالرمال وبعض الأعشاب الصحراوية. هو واحة للصحة، واسمه المستشفى الكوبي، والذي يقتصر طاقم عمله